أخطر ما يواجهه الإنسان هو الصحة، كونها السبب الرئيسي في امتداد الحياة اليومية. الرقابة الصحية وتأثيرها في العمل تجاه مراقبة المحال التجارية وسير خطاها بصورة صحية والإجراءات المتخذة لمن يخالف الأنظمة المعتمدة لدى الصحة العامة. أول ما ندخل المطعم نطلب العدم الإجازة الصحية اللي هو يسمح للمطعم ممارسة العمل، وبعدين ناخذ السجل مع المطعم نشوف شنو النواقص اللي عندهم، شنو المذكور نقاط الكشف السابق مثلا، وندقق على بطاقات العمال. بطاقات العمال لازم حسب عدد العمال يكون هذول سالمين من الامراض المعنيه. فورا البطاقات من ندخل للمطعم محل التحضير نشوف ادوات العمل تكون نظيفه او وصفه مثلا، ننبه العامل وارتداء الصدارة بالنسبة للعمال والنظافة الشخصية مالتهم، الأظافة مثلا الشعر والكمامات خاصة هذه الظروف يعني الكورونا نأكد عليهم أكثر. متابعة البطاقة الصحية للعمال والإجازة لصاحب المطعم أو الأسواق، والتفتيش المستمر لجميع الأطعمة خصوصا المنتهية الصلاحية، ومتابعة نظافة المكان وإجراءات السلامة العامة، ومن ضمنها صيدلية للعلاجات الأولية ومطفأة للحريق وغيرها. تواصل شعبة الرقابة الصحية إجراءاتها العقابية بحق المحلات المخالفة لأعمال وقوانين الرقابة الصحية حسب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 81 وتعليماته، حيث يتم تغريم المحلات اللي يوجد لديها مواد منتهية الصلاحية والتي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة سوء الخزن أو انتهاء مدة صلاحيتها أو فشلها في المختبر في الفحوصات المختبرية. الإجراءات العقابية هي فرض الغرامات المالية الفورية والغلق الفوري في حالات الفشل البكتيري والكيميائي اللي يحصل بتلك المواد. أصحاب المطاعم عبروا بدورهم عن آلية العمل واتباعهم للإجراءات الصحية وتفادي ما يسبب أي تلوث داخل مطاعمهم، وحفظهم لجميع أساليب الوقاية الصحية واتباع الإرشادات العامة وتطبيقها لسلامة الزبائن. احنا مبدأنا أول شيء النظافة، وأننا احنا كلنا كادر موجودين في المطعم خريجين إعدادية متوسطة وكليات ومعهد. احنا أول متأخرين بالليل عزي الساعة 3 بالليل فتح ساعة الوحدة الظهر، حد ما نكمل نظافة 100% يلا نستقبل الزبون من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرًا. بعدنا بس نظافة وتجهيز ولحومنا كلها عراقية فريش، وحسب محافظين على نظافة المطعم من الكادر إلى أبسط شيء موجودة في المطعم. المراقبة المستمرة ومحاسبة المخالفين واحدة من الخطوات المهمة تجاه سلامة المواطن الكربلائي لتلافي أي إصابات قد تنتقل من خلال أعمالهم اليومية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.